معرض تاريخ الخلاص في وجود نيافة المطران المنير في الكنيسة الأسقفية، وكل الأحباء الموجودين والدكتور فريد فاضل و11 فنان من كل الكنائس مثلوا بطرق متنوعة وبخامات متنوعة وألوان متنوعة، مشاهد جميلة جدا من الكتاب المقدس كلها بتدور في طريق الخلاص. والحقيقة شيء ممتع جدا الواحد يزور المعرض ده ويتمتع، وفي حالة الهدوء المعرض ده يستمر لحد يوم 8 مايو. لغاية يوم 8 مايو هيبقى فرصة جدا ان كل واحد يزوره بهدوء كده ويقف قدام كل لوحة او كل عمل فني ويتأمل فيه. وبالتأكيد احد الاعمال الاكثر ستلمس قلبه ويشعر كده بأهمية طريق الخلاص والخلاص اللي قدمه السيد المسيح على الصليب. انا بزور اي كنيسة واتقابل فيها ويا المسيح فقط، وبالتالي انا سعيد في كل زيارة يعني في اي مكان واي كنيسة، وبشعر ان في الاساس الوحدة ده الاساس، بس يعني في شوية حاجات كده معوقات عبر التاريخ عملت شوية معطلات، لكن بنعمة المسيح كله لا بنذوق طعم الوحدة الحلوة. علامة من علامات الرغبة في الوحدة، شايفها فكر منفتح. زيارة قداسة البابا تدروس النهاردة للكنيسة الأسقفية في مقرها في الزمالك لمعرض بتقيمه الكنيسة الأسقفية لمجموعة من الفنانين بغض النظر عن المذهب بغض النظر عن الطائفة. قداسة البابا النهاردة رسالته تحمل معاني كتيرة قوي في هذه الزيارة اللي قام بيها. وطبعا أنا كأمين عام مجلس كنائس مصر قدي فرحان إن ده تدعيم لعمل المجلس اللي بيبغي الوحدة، بيبغي اتحاد الكنائس معا في إيمان واحد